ذهبت إلى ساحة التحرير؟ أنا رحت قريب منها، بس أنا احترمت اللي هم إرادتهم، يعني نائب جاي وغيره، فإحنا مستعدين. إحنا كنا جايين، يعني قيادة يعني حقيقة أنا راحوا، هيفاء راحت، هيفاء حضرت بها. أنا ردت لأن باعتبار مكانتي الحزبية مريد ننطي انطباع أنه إحنا هذا التحزب، والتحزب اللي قد حساسية المتظاهرين، ولكن نحن حاضرين في كلها، وإذا الآن نشوف إحنا ما عندي مانع نكون حاضرين معهم ساحة التحرير. بس النقطة على مدى تفهم أي فهم آخر، نحن الآن المطلوب اليوم حقيقة أنه الآن أصبحت القضية قضية سياسية، مطلب سياسي كبير، تغيير في الحكومة، تغيير في الحكم، وتغيير في شريحة سياسية تولت إدارة الأمور على مدى سنوات، والآن مطالبة أن تغادر المشهد.